وغازلتم بعض القوى السياسية التي تتهمونها بإفساد البلد، وقلت قبل قليل بأن الكيانات لو كانت ذهبت بتشكيل الحكومة كنا قد تفاعلنا معها. إذن أنتم ربما تسيرون حالكم حال باقي السائرين. يعني السؤال حضرتك مربك. ليش مربك؟ أنتم غازلتوا الصدريين؟ مربك نعم. ما غازلت الصدريين؟ شلون ما كنتوا على وشك حتى تحالفوا معهم؟ احنا فارضين عليهم 17 بند هم والكرد والسنه. فرضتوا عليهم 17 بند السياده والبارتي والتيار. لحظه سيد مسعد، لحظه. اذا كنتم فارضين 17 بند حتى ان ندخل الى المجلس النيابي، لو سمحت لي، اذا كنتم لا تؤمنون بهذه الكيانات السياسيه ككل، لماذا تذهبون وتفرضون على هذا الكيان وذاك الكيان بنود معينه كي تتحالفوا معهم؟ ما انتم ما مقتنعين بهم، تعتبرهم هم اساس البلد بالبلد من البدايه. هذا لا يسمى تحالف استاذ احمد، هذا وانما الجميع انا اتحدث استاذ احمد، التحالف هو التماشي مع الاحزاب الاخرى، مع الجهات الأخرى، منظمات أخرى، وفق منهج متفق عليه. أما المعارضة كأسلوب هي أن تفرض مطالب الجماهير وأن تعدل من أسلوب الفاعلية والتقليدية لدى الأحزاب، وبالتالي ما ذكره الضيف بأنه يحتاج إلى معارضة، هذه أصوات فقط. يقول لحد الآن لم نرى معارضة. نعم، لم تتشكل حكومة أولا، ثانيا العدد الذي ظهر به من حركة امتداد داخل المجلس النيابي لا يؤهل بقوة الصدى أن نقف بوجه الأحزاب التقليدية بالأمور التي تمكن المعارضة الحقيقية كما هي في الدول المتقدمة. الآن هم ما بين 15 إلى 16 نائبا من حركة امتداد. هؤلاء لحد الآن قبل التشكيل الحكومة بادروا بأمور كثيرة معارض جدا. كم نائب قدموها معارض للجماهير، ولكن أمام هذه الأحزاب معارض التقليدية. طيب نعود إليك بعد قليل لتعقب سيد نبيل إن لم تكن تمانع. تفضل دكتور. في حركة امتداد أمام أحزاب تقليدية تقدر تقول 16 امام 329. نعم، يعني اكثر من 310 313 نائب هم في المجلس النيابي باتجاه قد يكون الفل اليسيرة منهم لا يتعددون اصابع اليد باتجاه النفور من المزاج السياسي التقليدي.